inshallah, for the final four raka'ah and the Salat al-Witr. We have Sheikh Hafiz al-Rahman. MashaAllah, many of you have already heard his voice. He's making a second reappearance in our masjid. And no other masjid has this honor, alhamdulillah. I would like to say it's our close relationship that he's accepted my invitation. And many of you have heard as well that he came fifth in a global international adhan competition. Fifth out of 50,000 contestants, mashallah. Many have heard his adhan at ELM over the last few years. Aqim al-salah, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب
ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سمع الله لمن حمده. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله فيقول هل من تائب فنستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما
إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح شباب المسلمين واهد نساء المسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، يا خالق الجنة والنار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا رحيم يا جبار، يا خالق يا بر. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا فإنك أنت خير الغافرين. لا يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة، ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت
لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. اللهم إنا نحبك اللهم إنا اللهم إننا نحبك اللهم إننا نحبك فاغفر لنا يا الله. إلهنا من لنا إذا غسلنا أهلنا ومن لنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي القبور تركونا إلى أسئلة منكر ونكير. إلهنا أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. إلهنا إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك. يا عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم عليك بعدوك وأعداء الدين، اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين، وقتلوا علماء المسلمين، وذبحوا نساء المسلمات، ويتموا أطفال المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، فإنك خير الناصرين. اللهم اجعل آخرة كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.